يا زيزي يا شيرين، رمضان بيخلص. يا حرام حرام ايه، كل سنة وانتم طيبين، ايامه حلوة. بس انا مبسوط ان العيد جاي. يا سلام، لا هو كلنا بنتبسط بالعيد طبعا عشان العيدية. حلوة البيوت اللي عندك دي. اه لطيفة قوي. شفت رانيا برضو؟ بيوت مصرية. رانيا برضو؟ رانيا ابدعت معايا. ابدعت معايا بصراحة يعني. صحيح، بنشكرها. اه جميلة. عملت شغل حلو قوي في رمضان. جميلة جدا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يومين والعيد يجي وانا زهقت. كل سنه وانتم طيبين. من الطبيخ وانت طيبه وصحه وسلامه. زهقت من الطبيخ عشان كده انت النهارده عامله لنا حاجات خفيفه خفيفه وتليق، ممكن ناكلها في العيد. تمشي في العيد، تمشي في سفره العيد. ايه بقى؟ عامله سمك موسى. ايوه. فيليه. ايوه بقى. ملفوف بالسومون فيمي. ايوه بقى. وبالكريمه وصوص الليمون. وعامله لكم شوربه جمبري بالذره والكريمه الذره. وعامله لكم سلطه كابوريا. أيوة. وعامله لكم بانش. بانش ده يعني فروت سالاد. يس. طيب بصي بقى، لفائف في السمك الموسى اللي انت عملتيها دي، في حاجه اسمها لفائف جوزيفين. جوزيفين دي بقى ايه؟ انت عارفه جوزيفين دي كانت زمان كده واحد مهم يعني. لفائف الجوزيفين دي بتتعمل بسمك القاروص، بيعملوه بيخلوه. اها. وبيحشوه مشروم وجمبري وجزر وسل. الله. خلاص؟ ويتعمل معاها صوص زي صوص البشاميل بس خفيف قوي صايص يعني زي وايت صوص بشاميل يعني. انا بعمل السمك القاروص بس مش باليس. ثاني بس. بس بالطريقه اللي انت بتقول عليها دي. اوكي. وتروحي حاطه عليها بقى ايه؟ وكابري جوه في الحشوه. وتروحي حاطه بقى الصوص ده عليها وجنبها صوص ايه؟ صوص الكريمه بالليمون ولا ايه؟ صوص، لا هو صوص زي البشاميل بالليمون، ممكن تقولي يعني هو بشاميل. بشاميل صايص. جنبها رز ابيض معجن. وما اقولكيش بقى. عارفه انت بقى؟ وجنبيها سلطه خرشوف. بس بتبقى السمك القاروص بفتحها بتبقى زي السنجاري، بس بدل لا ما لا بتبقى لا. سنجاري مش بعمل بقى خلطه السنجاري، بحط كل اللي انت بتقول عليه ده جواها، بس مش بحط برضو بشاميل، خلطه بشاميل بحط يا اما ساور كريم يا اما بحط الكريمه بالليمون. هو انا جعانه الظرف عشان كده عمال اخترع لكم في اكلات النهارده يا ولاد. طيب النهارده انت مشرفانا ومنورانا في 28 رمضان، واشكرك. وبعد ما نخلص فقره زيزي نيجي فقره المطبخ النهارده زي كل يوم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وتفسير القران الكريم. وزي ما كل يوم بقول لكم في كل الايام اللي فاتت لازم تركزوا في كلامه قوي، علشان في الاخر هيسالكم سؤال وعندنا جوائز قيمه جدا، واحلى حاجه واحلى جائزه في الدنيا احنا نروح عمره، فاحنا عندنا 30 رحله عمره مقدمه من جمعيه البر والتقوى. اعتقد بقى احنا كده نعمل الاكل بتاعك يا رب. الخفيف اللذيذ اللي يمشي مع العيد. مع العيد. هقول عليه سفرة عيد. سفرة عيد؟ سفرة عيد. نعمل سفرة عيد كمان برضه بقى، سمك صيادية بقى. يلا بس نرجع لكم في المطبخ. خليكم على لو سمحت. رجعنا لكم مرة تانية وسفرة 28 رمضان سفرة شهية وخفيفة، أنا هسميها سفرة عيد. أنا ممكن آكل الكلام ده في العيد جدا ما عدا الشوربة. النهاردة مرة تانية خلونا كده نرحب بزيزي المليجي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ. أخبارك إيه؟ الحمد لله. حسين إزيك؟ تعبناك معانا طول شهر رمضان. أه جدا. بس أنت قدها وقدود، راجل محترم. طبعا جدا. زيزي احكي لنا كده سفرتك فيها إيه تاني؟ فيها لفائف السمك الموسى بالسومون او بالسلمون المدخن بصوص الليمون والكريمه، وشوربه ذره بالجمبري وبالكريمه الذره، وسلطه كابوريا وبانش فواكه. اوكي. فروت سالاد بس بيبقى له طريقه كده هنشرحها. طب عايزه تبتدي بايه يا ستي؟ ان شاء الله هنبتدي بالسمك عشان يدخل الفرن. يلا. اوكي. نزلنا مقادير سمك موسى من اكتر انواع السمك اللي بحبها. انا بحب سمك الموسى والقاروص والبربون. البربوني، بس البربوني لازم يتاكل سخن مولع. وهقول لك بعمله ازاي. اوكي يا ريت. سمك ملفوف بالسلمون من المدخن، سمك موسى، نص كيلو سمك فيليه موسى، ربع كيلو سلمون مدخن، كريمه لباني، 3 معلقه كبيره عصير ليمون، شبت، 2 فص ثوم، ملح وفلفل وبهارات سمك. تاني، سمك موسى ملفوف بالسلمون من المدخن عباره عن نص كيلو سمك موسى فيليه، ربع كيلو سلمون مدخن، كريمه لباني، 3 معلقه كبيره عصير ليمون،
شبت 2 فص ثوم، ملح وفلفل وبهارات. اوكي. بنيجي نعمل ايه بقى يا شيخ؟ سمك الموسى ازاي جبتيه مخلي؟ انا وقفت على ايد الراجل يخليه. ده صعب قوي لانه اللحم قليل. كان في بطارخ؟ كان في بطارخ بس انا قليتها بقى وكلتها. ما قدرتش امسك نفسي. اترش عليها حبه ليمون. البطارخ البطارخ بتاعت سمك الموسى فظيع. من اكتر الاسماك اللي بحبها. في ناس كتير بتحب. واقفه بحضر الاكل في بصراحه. في ناس ما بتحبش قوي سمك الموسى. ده احلى سمك. بصي بقى البربوني انا ممكن ما اقليهوش في زيت. ممكن اشويه. نص شوي انا ما بحبوش مستوي قوي. فعلا. ولو حمرته في زيت بقى ايه اجيب 5 واربطهم مع بعض بالبره. تمام. واروح منزلهم لمده دقيقه ومطلعهم. احلى سمك. فعلا. اي خدمه. طب هجرب. جربي. واقدمهم مع بعض هما مشبوكين كده يعني 5 مش ما بوكيه باربون. بوكيه جارنيه. بوكيه جارنيه. بتعملي ايه؟ بتبل السمك. بتبليهم بايه؟ بالبهارات بتاعه سمك. سبايس. بس سبايس. اوكي. بجيب احنا ممكن نعمل 2 ولا ايه؟ ممكن ندهن ده بالزبده يا حسين بعد اذنك. اوكي. بس بجيب الديل ده يبقى بعيد وبحط السلمون المدخن عند الراس. استني واحده بس. ايوه مكان الراس يعني. اهو السمكيه جايه من هنا عريضه ومن هنا كده. أوكي. بجيبها طبعا عند الحته العريضه. اوكي. وبكون متبله بس بهارات سمك مش اكتر من كده عليها. اوكي. وبلف واخليها كده. بعدين بمسك تاني نفس الحكايه وما نبخلش. معلش هي اكله غاليه بس حلوه. عيد بقى وكده. ما نبخلش بالظبط. واكيد هنبقى واخدين العيديه فمش ما يهمكوش يعني. ده فظيع اللي انت بتعمليه ده. ده يجنن. حلو حلاوه. هنعملهم بقى كلهم عشان حرام. يلا اعمليهم. انا قاعد بستمتع شكل السمك حلو. بس دي ممكن نعملها كده لو هي السمك الموسى بقى يا اولاد لما تجيبوه محدش يقليه لانه بينشف ما بيبقاش حلو. السمك الموسى بقى حلاوته يتشوح في شويه زبده. ما هو ده بالليمون. ايوه شوف الباتش بانس مدحت جوه اهو جاي اهو. ايوه ده حبيب السي فود. شويه حبيبي السي فود. هتلاقي ده حبيبي السي فود. هو مهندس الصوت اللي معايا. ايوه عشان الناس تبقى عارفه بس. سمكه الموسى تتجاب تتشوح في شويه زبده بليمون بشبت وايه ما تتنشفوهاش. بعد كده تتاخد كده تتاكل وهي سخنه. مش عايز اقول لكم تحفه. ما هو ده انا بدهن البايركس برضو بالزبده. ممكن نهرس فصين ثوم بالعدد يا حسين في فوق الزبده على البايركس يتوزع على البايركس كله. وبرده انت عارفه برده السمك الموسى ممكن بقى برده تشوحيه بقى في الحاجات دي. تكوني ايه جايبه بطاطس على ما انت بتقولي بطاطساي ايه بطاطساي بطاطسايا بطاطسايا. تكوني سلقاها ومقطعه ترانشات وبعد ما تشيليه من الزبده والايه تحطي نقطتين زيت على الزبده اللي فاضلين مطرح السمك وتروحي مشوحه البطاطس وتحطيه جنب. واو. وحته بقى وعود روزماري. الله. اي خدمه بقى. انا جوعت. ايوه شكلك فاهم يا شريف. كنت عايزاني افضل قاعد معاكم كل سنه دي وما فهمش. ده انا ابقى ضايع. انت بتعمل ايه يا حسين؟ بس انا قايله له يعمل لي فصين ثوم على الزبده هناك؟ على الزبده اللي احنا هنرص فيها السمك. اهي انا هعمل كده. معلش انا ما بقرفش من السمك بايديا بصراحه بحبه. انا باكله ني. ما عنديش مشكله. هتروحي رصه. طب قولي لي بقى السموك سلمون ده لما بيخش الفرن ما بينشفش؟ لا خالص لان انا بحط له في الاخر كريمه. وليمون. يا لهوي. وشبت. يا لهوي. السمك يحب الشبت. قوي قوي. قلت في مره بعمله بالكرفس لا لقيت الشبت احلى معايا. ماشي. وبعدين؟ هنغطي بالفويل بس برضو حاجه بسيطه عشان ايه؟ مجرد بس انه يخرج ميته. اوكي. السمك. وعشان ما ينشفش. اوكي. ندخل الفرن. ايه ده فين الكريم؟ لا لسه مش دلوقتي، بعد ما يدخل في السوى. ده بيقعد قد ايه؟ حاجة بسيطة إن شاء الله يا رب يخلص قبل. اوكي، يعني أنتِ هتعملي إيه دلوقتي؟ هدخله الفرن. علوا الفرن يا ولاد. علي الفرن على الآخر. اوكي.
هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هشطف ايدي، هعمل شوربة الجمبري. طب لغاية ما تشطفي ايدك ونشوف شوربة الجمبري، تعالوا نشوف ايه تتر نهاية، بما ان احنا بننهي رمضان هنشوف بدل تتر بداية تتر نهاية. هنشوف النهارده تتر نهاية فوازير حول العالم الجميلة شريهان، وتقولوا لنا ده كان موجود سنة كام، واحنا قبل كده عرضنا لكم تتر البداية لنفس الفوازير، النهارده بقى تتر النهاية، يلا نشوفه مع بعض. واو واو، قولوا لي بقى يا اولاد، قول فزورتي النهارده هسألها لكم وانتوا الاثنين حد يجاوب. قول. خلي بالك هو مش صعيد فممكن يعرف يجاوب ويغلبك. دلوقتي استاذة شريهان كانت بتقول دربوك كان بيتي. دربوك كان بيتي معناها يعني الدربوك الطبلة لونها نبيتي، ولا دار ابوك كان بيتي؟ بص الدار هو قال لك الدربوك كان بيتي. هي اوقع، انا كنت طول عمري فاكراها دربوك نبيتي. بس هي ما بتقولهاش نبيتي. لو ركزت في الاغنيه هتلاقيها بتقولها دربوك كان بيتي. دربوك كان بيتي. دربوك كان بيتي. لا ما هي مش بيت. احنا فاهمينها دربوك. وجوه في الكنترول روم رايهم ايه؟ دربوك كان بيتي. دربوك كان بيت. دار ابوك كان بيتي. كان بيتي. ماشي. طيب اللي يعرف برضه هي اوقع. اوقع ماشي كده، احسن هو اللي كسب. ايوه طبعا. طيب اللي يعرف بقى ان الفوازير دي كانت سنه كام؟ احنا قبل كده في اول رمضان عرضنا لكم تتر كنت انت اللي فيها ولا ايه؟ اللي هي ايه؟ كنت انت في تتر البدايه بتاعتها ولا كنت اللي هي لا ما كنتيش انت، كنت في ألف ليله وليله شريهان اللي هي شهر كلام شهر. شهر كانت يوم 5 رمضان. أيوة. فاللي يعرف بقى دربوك كان بيتي والحاجات دي اللي شفناها دلوقتي كانت سنه كام يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، وبالمره قولوا لنا دربوك كان بيتي ولا دربوك كان بيتي لو سمحتوا. طيب ايه بقى؟ عايزه تعملي ايه؟ نقول شوربه الجمبري بالذره. يلا. نص كيلو جمبري مقشر، واحد بصله. هي دي شوربه بيضة. شوربه صفر. شوربه صفر. اوكي. واحد بصله، فلفل الوان، اثنين فص ثوم، ذره حب، كريمه ذره، كريمه لباني، واحد معلقه كبيره زبده، واحد معلقه كبيره دقيق، اثنين كيس مرقه فوريه ميلرز، ملح وفلفل وبهارات سمك. بهارات سمك سبايس. اوكي. اوكي. نعمل ايه بقى؟ انا هنزل بالزبده اللي دعاء خلصتها لنا اهو. اوكي. ادي الزبده. احنا قلنا دي كده كتير قوي. وانت هتعملي الزبده والشوربه وايه تاني؟ سلطه؟ شوربه؟ لا انا مش هعمل سلطه. احنا هنعمل، احنا قلنا صنفين بس عشان الوقت. صح صح كده. انا عملت السمك في الفرن وشويه عايزين نطلعهم نشوف دلوقتي. لا لسه شويه. ده الجمبري هنزل بيه كده يتشوه. اوكي. توم؟ بس مش دلوقتي، بقى هستنى عليه شويه التوم. ليه؟ استني ليه؟ عشان ما يتحرقش. حسين بص لنا على الفرن كده السمك اخباره ايه لو سمحت. عايزين نحط كريمه. هنحطها والله. ده سبايسي؟ بهارات سبايسي؟ ايوه. بتاعت السمك. زيزي جوسي كده الفرن باين عليه استوى والله. لا لسه لسه، ده لسه ما قالش حاجه خالص والله. عارف ممكن ننزله تحت. احسن برضه. يلا سيبيهوله سيبيهوله هيتصرف. اوكي. بهارات سبايسي هي الخضرة بتاعت السمك معاكم على الشاشه، وبعد كده سبرينكل بكل الاطعمه بتاعته. بس انا النكهات ممكن انزل برضه بحبه ملح وفلفل صغيرين. ملح كتير وفلفل كتير؟ لا قليل، بس هحط حبه قليله بس لازم. ماشي. بس انا مش هسوي الجمبري خالص، انا بس هطلع بيه كده. ده في فص ثوم وقع. حلو. حلو وبركه. اوكي. فاضل لنا 5 دقايق. ان شاء الله قبل ال5 دقايق نكون خلصنا ان شاء الله. انا بس نفسي السمك يستوي. ما اعتقدش. مش مشكلة، هنقول بنعمل ايه وهحط الكريمة والليمون وكل حاجة. اوكي كده طلعنا الجمبري. ايوه. نفس الزبدة. نفس الحكاية بتاعته. هحط البصل. مش هكتر بصل قوي. اوكي. وبعدين الثوم. تعملي شرب حلوة قوي. هي جمع شوربة ايه؟ شرب. اوكي. لا. شوربات اكيد يعني. انا بقولها شوربات.
بس مش عايزه اقولها شوربه. مش عارف هي، مش عارف، مش مشكله. شرب، انواع هي مختلفه من الشوربه. انا اسمع ان هي شرب. لا هي انواع مختلفه من هي ملهاش جمع في الغالب. مش لاقي اصلا. نحفتي بقى حطيتي بايه ده؟ ده فلفل الوان. يعني الاول انا شوحت الجمبري في الزبده، اوكي، بعدين بطلعه من الحله، بنزل بعديه على طول في نفس الزبده بالبصل، اوكي، وبعدين هنزل، وبعدين الفلفل الالوان، وبعدين رشه دقيق بسيطه قوي، مش هكتر، يعني اقل من معلقه كبيره كمان، اوكي، عشان في كريمه وفي كريمه ذره. بعدين هم حطوا لي الكريمه كلها هنا، اوكي. لو انت في جنب كريمه اهي. لا غير دي. اوكي، بعدين هنزل بالذره. تمام. الذره ده مغذي جدا، بيدي طعم نكهه حلوه كده، لانه بيبقى مسكر شويه. مسكر بالظبط كده. خلاص. وبعدين هنزل بايه؟ بايه ده؟ الكريمه اللي هي كريمه الذره. كريمه ايه كريمه الذره دي؟ إيه بتبقى ذره كريمي. والله؟ ما اعرفهاش دي. لا حلو قوي. وبعدين؟ بس الميه بقى. حسين هو ما فيش ميه تاني؟ لا. نعلي بقى. اوكي. وبعدين هنحط ايه بعد كده عشان الوقت؟ بس خلاص هننزل بالجمبري بقى. دلوقتي تغلي ونزل بالجمبري ولا هنحط الجمبري على طول؟ هي المفروض تغلي. اوكي. طب كفايه ميه، كفايه ميه عشان تلحق تغلي بس. طيب. أوكي. انا عليت النار عامة. عملتها على اعلى. بصي بقى على السمك، هاتي بقى السمك لغايه ما تغلي. طيب. اوكي. حسين بقى شيل، حسين تجيب الاستاذ عزيز السمك لو سمحت. مفيش مشكلة. طيب يلا شيلينا بس الملح والفلفل والنضارة عشان هنحطه هنا عشان تفهمينا بقى السمك ده لغايه ما حسين يجيبه لنا البانش ده معمول ازاي. البانش حط ده هنا كده. البانش ده البانش ده عباره عن فواكه. عباره عن فواكه مشكله زي ما احنا بنحب. انا حاطه تفاح، برقوق، كيوي، خوخ، بالظبط كده، مش حاطه اكتر من كده. اوكي. ومجموعه عصاير برضو كوكتيل فواكه. اوكي. الوان مختلفه، ومعاهم ربع كوبايه شاي احمر. شاي احمر، شاي وليمون. اوكي. بس حلو قوي. حلو قوي. طيب حاجه منعشه كده. اوكي. هو المفروض ان السمك هي يكون يكون استوى ويكون طلع صوص. ممكن تشيل الكارت. يكون طلع الصوص بتاعه. اوكي. هتروحي حاطه عليه الكريمه اللباني. اول ما يطلع الصوص بتاعه هروح نازله بالكريمه اللباني. تحطيه في الفرن تاني. صح كده؟ والليمون. اوكي. اوكي. وبنزل ببقيه السله من المدخن. تحطي حتت بقى حوالين ده كده والشبت. ها؟ لا الشبت ما يطلع. اول ما يطلع على طول. عشان الشبت ما يدخلش خالص. اوكي. بيقعد قد ايه تاني بقى في الفرن؟ اقل يعني. لغايه ما ده ينشف. مجرد ان الكريمه هتغلي وكله يبقى دخلوا الفرن يا حسين لو سمحت. ندخلوا الفرن تاني بعد اذنك. اوكي. دي هنا نرجع للشوربه نحط عليها. هنرجع للشوربه تاني. المفروض الشوربه غليت. هنحط هننزل عليها الجمبري. اوكي. ونسيبه يغلي غلوه. ونسيبه يغلي غلوه. واول ما يغلي بنزل عليه بالكريمه. طب قلبيها لنا تقليبه كده وهي بس على الشاشه عشان الناس تشوف الجمبري. قلبيها. طبعا ضروري اهم حاجه الجمبري يا جماعه. ايوه. اوكي. هنسيبها بقى تغلي غلوه بس بما ان الوقت خلص. فهنجيب دلوقتي سفرتك. هاتوا لنا سفره زيزي لو سمحتوا. وهننزل عليها بالايه ده؟ الكريمه اللباني اخر حاجه. اخر حاجه. هاتوا لنا بقى والميلرز. كيسين ميلرز. كيسين ميلرز. سوري. اوكي. يلا. النهارده عملنا لكم سمك موسى محشي سمك سلمون، وعملنا لكم شوربه السي فود، وقلنا لكم البانش ده معمول مش اسمه بانش ولا اسمه بانش. اوكي. اللي هو زي الفروت سالاد. أيوة. بس بيتحط معاه شاي. ايوه. وانت هتحطي ايه دلوقتي؟ هحط كيسين ميلرز. اوكي. عشان يدي نكهه. يدي بيديها طعم حلو قوي في الشوربه. اوكي. وتسيبيها تغلي بقى مع بعض. تمام. اوكي. بشكرك. انا اللي بشكرك. نورتينا وحلقات رمضان كلها بتاعتك. رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. يا عزيزي شكرا ليك. كل سنه وانت طيب عشان العيد بقى. عشان العيد. شكرا ليك. بشكرك. بشكرك يا حسين. ميرسي جدا ليكم. خلونا نشوف فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع فضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وتفسير القران الكريم. خليكم على راسه واحده.